في للنشر هذا الأسبوع، للنشر يحاور أوكرانيات لبنان بالسياسة، وهل سيتحولنا إلى نازحات في لبنان؟ محمد حمادة ساعدني ليسترجع إنسانيته، بس شو السر يلي مات معه بالبير؟ لبناني يعيش من بيع أعضائه، وكاميرا للنشر تصطاد السمسار، شاركت في عمليات الخطف وسرقة السيارات وقررت تسليم نفسها للسلطات مباشرة على الهواء. للنشر مع توني خليفة، الاثنين بعد الأخبار على الجديد.